كنظن بعد المقابلة الأولى ما كانتش داكشي اللي منتظرين، ولكن نتيجة التعادل فهي بالنسبة لي أنا فهي إيجابية، حيث المقابلة الأولى المهم هو الإنسان ما ينهزمش، فهادشي اللي كان ما كانوش لاعبين خاصة خط الهجوم ما كانش في المستوى، ولكن كنظن بعد يمكن الدخول ديال الراقي وديال الباطنة كنظن غادي تكون ديك النجاعة الهجومية في المستوى، وكذلك قلب هجوم حتى هو اللي ما جاوش كرات اللي يكون في المستوى، فكنظن بأنه المقابلة الثانية ما غاديش تكون مصيرية، ولكن ديما فهاد البطولة بهذا الشكل ديال 3 مقابلات، المقابلة الأخيرة هي اللي كتحسم في التأهيل ديال الفريق، فكما قلت لك نحاولوا أن نكونوا مركزين وما نقولوش بأنه 3 نقاط ضرورية، لأن فريق كوت ديفوار هو منهزم، فكنظن محمد فهو واعي وعارف اش كيدير، فكنظن بأنه كما قلت لك ما ينهزمش، وإن شاء الله عندنا اللاعبين عندنا الإمكانيات باش نفوزوا بالمقابلة إن شاء الله. فبالنسبة لي فكنظن دخول الراقي في وسط الميدان مع سعدان ومع المباركي، وكذلك دخول لاعب باطنا في الهجوم وكذلك معاوي، كنظن هادو هما اللاعبين اللي يقدروا يغيروا في نص المسار ديال المقابلة. فبالنسبه ما نقدرش نقول لك ما عرفناش، انا كنقول لك المدافعين كانوا مزيانين صراحه، مزيانه دافعوا بشكل جميل، من غير ما نحاولوش نلعبوا كذلك بجوج ديال الوسط ميدان دفاعي، لانه الراقي دفاعي وعنده ديك كيمشي للهجوم وبالقذافات ديالو، كنظن بانه لعبوا غير بواحد، وكذلك الحضور ديال المباركي، وفي الدفاع راه معروف ديال المقابله الاولى، لان الكاروشي ما غاديش يشارك، فاللي كان المشكل اللي كان في المقابله الاولى ما كانوش الظهير الايمن والظهير الايسر كيساندوا الهجوم، هذا هو اللي ما خلى حتى شي كره تجي من الجناب، فكنظن بانه كما قلت لك وفي الهجوم اللاعبين اللي مهمين هو باطنا وكذلك اناجم ومعاوي، الا كانوا 3 مع المباركي والرقيفه كنظن غادي تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.